طيب قبل بس ما يصدر النادي الاهلي بيان ايه اللي حصل؟ زي ما قلت لكم النادي الاهلي نادي مؤسسه. مؤسسه يعني في لجان، مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته جم قعدوا استدعوا اللجنه القانونيه في ذلك الوقت وقالوا لهم احنا هنعمل ايه؟ هنعمل 1 2 3 4 وبالتالي اجراءات قانونيه تم تنفيذها او تمت اجراءات تنفيذها خلال الفتره السابقه، وحتى هذه اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم النادي الاهلي بيحافظ على حقوقه من خلال الاجراءات القانونيه اللي عملها قبل بطوله كاس الامم الافريقيه. ده بالنسبه للدوري السابق. الكلام اللي انا بقوله ده بقوله ليه؟ بقوله للناس اللي مش فاهمه يعني ايه النادي الاهلي. بقول لهم ان او بقوله للناس اللي ما تعرفش ان النادي الاهلي عندما يتخذ قرارا بيتخذ قرار وبيكمل فيه. النادي الاهلي طالما هذا القرار مجلس الاداره شايفه ان هو من مصلحه النادي ومن مصلحه البلد. فالنادي الاهلي عندما اتخذ قرارا بعدم لعب مباريات الدوري اتخذه عشان الاتحاد المصري السابق. وبالتالي عندما استقال الاتحاد المصري ومن قبلها بسبب الدور الوطني والاحباط الشديد لجمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي لعب مباريات الدوري 3 مباريات اللي بعد نهايه كاس الامم الافريقيه وخدنا الدوري وكسبنا الدوري رقم 41. ف النادي الاهلي عمره ما بيرجع في كلمته. النادي الاهلي عنده جمهوره دائما ما بيقف في ظهره في كل القرارات اللي بيتم اتخاذها. النادي الاهلي قبل كل ده دائما ما يحافظ على الدور الوطني اللي بيعمله النادي الاهلي وبيحافظ على اسمه. لو نرجع لبيان النادي الاهلي بقى الصادر حاليا من حوالي يومين، لو ترجع حضرتك للبيان ده هتلاقي اول حاجه في البيان ده ايه؟ اول حاجه في البيان ده اول كلمتين او اول سطرين في البيان ده ايه حضراتكم؟ النادي الاهلي يؤكد احترامه وتقديره الكامل لدور الامن او للامن ودوره في تامين مباريات المنتخبات الوطنيه والانديه المصريه في المسابقات المحليه والقاريه، وكذا مساهمه رجال الامن ورجاله في الصوره الحضاريه للبلاد عند استضافه الاحداث الرياضيه الكبرى واخرها بطوله كاس الامم الافريقيه، وكمان عندنا بطوله التصفيات الامم الافريقيه تحت 23 سنه لمنتخبنا الاولمبي، والتي جرت على الملاعب المصريه في يونيو الماضي في 24 دوله وفي حضور مئات الالاف من الجمهور دون ان تحدث مشكله. البيان امام حضراتكم. لذلك لم يتقبل الكثير حيثيات قرارات او قرار اتحاد كره القدم بتاجيل مباراه القمه التي كان مقرر لها السبت الماضي لدواعي امنيه، خاصه انه لم يكن هناك مانع في اقامتها بملعب برج العرب، وهو الملعب الذي كان شاهدا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات. ده باختصار يعني ده كان بيان النادي الأهلي. وبالتالي النادي الأهلي دائما أو دوره الوطني واضح جدا ومساندته للأمن واضحة جدا جدا جدا. طلعوا الأمن بره الموضوع يا جماعة.